اللي بساليك انا غنحاول نفسر لك السي بودالي المشكل مزيان بالتفاصيل باش تفهم اكثر. راجلي عنده واحد الكوري في طريق مجدبة، واحد الليلة وقف عليه واحد السيد كيعرفو، كيتسخر ليه الا بغى شي حاجة. عنده ديك السيد عنده غوردة، قال لي حسن واش ممكن تعطيني السوار ديال الكوري عندك، حيت نسيبو هو مول البقرات، نسيبي جيب جوج بقرات جيبهم من سيدي بنور، وبغى لوكال فين يحط دوك البقرات تيصبح الصباح وغيديهم 500 ديون، حيت ديك الليلة كانت لعبة. راجلي قال لي شوف انا ماقدرش نعطيك السوار في هاد الليل في هاد الوقت معطل، الا قدرتي تسناني تنسد المحل ونمشي معاك ونحل لك الكوري ودخل المسائل ديالكم. فعلا هذاك الشيء اللي طرا، بقى كيتسنى قدام المحل حتى سد المحل ديالو، ركبوا في الروندا مشى هو وياه، مشاو وصلوا للمجدبة، لقاو هذاك السيد مول البقرات ديجا وصل تما، بقاو كينعتوا ليه حتى وصل. وصل بشي ساعة تما، كان هو واقف تما قدام الكوري. المهم راجلي منين وصل الكوري دخل حل ليهم المسائل. واحد الوقيتة هو يدور مولهم هو دار عند راجلي ويقول لي حسن رداد شادينو الجدارمية، رددهم للبقر، قال لي نشوفوا شو واقع. هي ديك السي بودالي راجلي تدخل، هو اللي مشى عند الجدارميه، ماشي الجدارميه اللي جاو عنده، هو اللي مشى عندهم. قال لهم السلام الشاف، السلام لاباس بخير، اشنو واقع ما توقع؟ قال لي ما وقعش شي حاجه، شنو باش ديروا بهذا البكار؟ قال لي هذا البكار ديال هذا السيد وانا هذا الكوري ديالي، وبغينا ندخلوا في هذا الكوري حتى الصباح وغيديهم السيد. قال لي المهم بقاو يجروا مني منكم، في الاول كانوا كيقولوا ليهم واش مشفور ما مشفور. قال لي تلفت راجلي في مول البقر، قال لي واش باقا عندك نمره السيد اللي خديتي من عنده يعني الكساب؟ قال لي مول البقر هي عندي. فعلا خداو النمره من عند مول البقر، عيطوا السيد الكساب اللي شرا من عنده البقر وتاكدوا بان البقر ما مشفورش. هذه في الاول بغاو يشدوا من البقر انه مشفور بحكم اللي كان معطل. هي هذه كتاكدوا من هذه القضيه شويه، بداو يدخلوا معاهم في مساومات، بداو كيتساوموا معاهم نتوما الجزاره طلعوا دوروا معانا. مول البقر تدحشر جبد 50,000 ريال من جيبو عطاها ليهم. راجلي من شاف 50,000 ريال هو يتجر معاهم في الهضره، قال لي حشومه الشاف السيد جيب جوج بقرات يسترزق بهم الله، انت بغيتي دير لي 50,000 ريال كلها حرام حشومه هذا صافي. هما ما تقبلوش هاد الهضره اللي قال راجلي، قالوا لي انت فك الهضره بزاف، انت فك هذا فك الفهمات، يلا معنا لابريكاد. مشاو لابريكاد، مشاو لابريكاد تشادوا معاهم بالمعقول، غاديين وتيتشادوا معاهم، لان قالك حنا باش غادي نعطيوهم ولا باش غادي كيجيو يقولوا وناكلوهم، حنا شنو دايرين؟ ما دايرين حتى شي حاجه، جوج بقرات حيات في الصافيت وقفات، ما كاينه لا ذبيحه سريه، ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين والو. قالك حنايا زدنا، قالك كبرناها معاهم، تشدينا معاهم، علاش بغاو يدوا الفلوس؟ واصلا ما كاين حتى شي حاجه باش هما غيدوا الفلوس. المهم الصباح قال لهم مول هذاك الجودان، قال لهم سيروا جيبوا لي الهوندا اللي بقات قدام الكوري. رجع شكون يمشى؟ مشى جدارمي ومول الديباناج، مشاو منين دخلوا لقيت اللي وقع من الشجرات بين راجلي والجدارمية، بقى الكوري محلول. دخلوا الكوري بقشوا ما لقاو حتى شي حاجه. راجلي كان عنده ديك الكوري مده عام ما بقاش مشى ليه، مده عام هملو ما بقاش مشى لهذاك الكوري، هجره ما بقاش مشى ليه. كان عنده واحد الجرو صغير، كان عنده جوج، واحد كبير نقص مشى عند الجيران راه باقي عنده بحد الان، وداك صغير غير جرو صغير مسكين، بقلت الماكله والجوع وهذا، مشى لواحد القنيات مسكين ومات. صافي بقاو تيبقشو منين هذا مشاو صوروا هذاك الكلب بطريق سموهم يا بواحد الطريقه ما نقولش لك انتقاميه باش صوروا هذاك الكلب، وحرام
كنت شفت صويره تنديرو مصيفط كنسيبو ليك صويره محمرين وداك الكلب وكاتبين بيان تحت منو بانه مقطوع الراس وبدون جلد وتفوح من ورائحة جلد مقززه. يعني يالله دافين هو الكلب ورا جثه بحال الكرم بقوت شحال مات ولا كارم بحال مشوي وبراسو بكل شيء اللي باقي هو شدوه كتبوا عليه بيان صيفطوه خلوا هذيك التصويره جانبا. جروا مول البقر قالوا لي انت شنو كدير بهذا البقر ملي كتجيبو؟ قال لي مودي انا كنجيب البقر كنديرو كندوزو في السوق ولا كنجيب عليه كنجيب ليه الطبيب وكندبحو كنفرقو غبره على الجزاره. قال لي هذا مول البقر وانا سمعتي مزيانه عند الناس على الجزاره الفطور سولوا عليه فلان وفلان 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 هذاك فلان وفلان وفلان اللي جبد مشاو جابوه من الحانوت مشاو جبدوهم من الحوانت واقفين ما عليهم ما عارفين حتى شي حاجه. ما هذا قالوا لهم السلام عليكم غتمشوا معنا كشهود كشهود غتشهد علينا على واحد السيد راه شادين عندنا وراه جبدك هذا غتمشي معنا على انك غتشهد على. قال لي واخا سيدي ما الشهاده لله. جابوا اربعه الناس السي البودالي من الحانوت من الحوانت واقفين هادو جابوهم بحال كشهود باش جابوهم كونوا سبعه ديال الناس باش يديروا لهم تكوين عصابه تكوين عصابه. راجلي قالوا لي الكوري مات الكوري قال لهم انا داك الكوري ديالي قالوا لي هضر لينا على الكوري قال لهم الكوري ديالي ملي كتكون عندي شويه الماده كنجيب البقر وكنسمنو وكنجيبو تما وكنجيب الطبيب وكندبح وكنديه من الحانوت عاد انا ما كنفرق الحم والو انا عندي محل ديالي في بلاصه السي البودالي تسميل البقر اللي قال هو بفمو داروا لي تسميل الكلاب اقسم بالله العلي العظيم داروا لي محضر جهنم وخطر انتقام ينتقموا منهم على قبل الفلوس اللي ما شدوش وتيقولوها للناس تيقولوا لهم هاد النوع ديال هاد النوع ديال هاد البشر هذا اللي ما كيوكلوناش بحال هادشي على معنا من حنا كنقلبوا. داروا لهم واحد المحضر خايب واحد المحضر خايب بزاف السي البودالي اقسم بالله العلي العظيم. هادو كل الجدرمي ديال الشلالات متواطئين مع اللوسكي متواطئين مع دايرين مع الليد وكيمشيو بالاوامر ديالو وكيمشيو بالتعليمات ديالو اللي قالها هي اللي كاينه. فدازو عنده في المحكمه كيقولوا لي حنا راه ما عرفناش هاد الكلاب اللي خرجوا لينا ما عرفناش حنا هادشي اللي داروا لينا علاش حنا هنايا وكيخوتوا في المحكمه. هو ثبت عليهم الاعتراف دار لهم بانهم معترفين وانهم معترفين بهادشي اللي واقع. وواحد الحاجه السي البودالي انهم سيناو وقعوهم على ورق خاوين وما بغاوش هما يسينيو هما ما بغاوش يسينيو بعض منهم تيقول لك حنا توقعنا بضغوطات. واحد راه قال لك ضربوه بالمسطره الجدرميه قال لك واحد ضربوه بالمسطره قال لك اقسم بالله قال لك انهم تعرضوا لضغوطات وتعرضوا قال لك لسميتو بالضرب بتوقيع هاد المحاضر وهما كيعرفوا يسيني والسي البودالي وبالسموم. الانسان علاش الرئيس في المحكمه سولهم قال لهم واش كتعرفوا تسينيو؟ قال لهم اه كنعرفوا نسينيو كنا قارين كنا كنعرفوا نسينيو علاش بالسموم ومعاش نوضوهم مع ثلاثه الليل باش يوقعوا هاد المحاضر باش تتوقع المحاضر مع كاين شي توقع المحاضر مع ثلاثه الليل السي البودالي اقسم بالله العلي العظيم. يا هاد القصه من الاول حتى الاخره اقسم بالله ما فيها كذوب وهادشي كله سبب وشنو ابتزاز تعرضنا لابتزاز حنا العائلات في البريغاد تعرضنا وما بغيناش حنا اتفقنا ان ما كاينش كراد ديال الفلوس ما ياخذوهاش لان ما دايرين حتى شي حاجه وماما الناس مشات هكاك الناس عباد الله ما دايره حتى حاجه درتو لهم تكوين عصابه وكانت تكوين عصابه في ذبح الكلاب مي شفتو هاد الكلاب حنا تنقولو لهم عطاونا على المحجوز عطاونا على الدليل عطاونا شنو لقيتو عند الناس يلا ورينا. وتيقولو السي البودالي انه لقاو عندهم اله لفرم اللحوم الماكينه ديال الكفته الماكينه الكفته ما كايناش في الكوري نهائيا. وواحد الحاجه والكوري ما فيش الضوء فبغاو يشدوهم انهم كيطحنوا تما الكلاب وكيديروا الكفته الكوري ما فيش الضوء
كنشدوا هاد الالات الفرن لحوم ما كايناش، كنقولوا لهم وريوها وريوني هادشي اللي كتقولوا عليه نتوما، كلشي تغمضوا عليه. علاش؟ حيت هاد الناس بغاو يصيفطوهم للحبس وداروهم بين عينيهم وصافي، مشاو ضحايا ديال واحدين اخرين.